ما يا نورتي حمحام حمحام حمات روحي اشربي مي. شوفينا غرفتك، جايز غرفتي حاليا ليست بوضع اشوفكم يا ابدا، ان شاء الله بعدين. غيري لون شعرك يا اخي، دا اقولكم اكو مفاجآت، ليش تحرقون المفاجآت؟ يجوز اني ارد اغير لون، يجوز ما ارد اغيره، والله ما يصير هيجي. احفظ البث، اوكي هسه بس اخلص البث راح احفظه، اي بث راح اصير اسويه من اليوم رايح احفظ لكم اياه. طولان شعرك، اي والله طولان، بس هسه شوي مو مبين طول لانه مسويته ويفي. وال حبيت شعرك لونه يجنن، او ماي جاد ماي عم تخجليني. حبايب اذا عندكم حلو اللوك، هلا وعلي نورت. حبايب اذا عندكم فد اسئله هيجي شي تعطيني تعرفوا، ولو انتم تعرفون كل شي عني، بس يعني اذا عندكم فد شي اكتبوا لي. تمام، صعدي مرتضى، اركا مرتضى، مرتضى راح يصعد يا جماعه بس مو هسه، فد شويه. تمام هسه بس يجي راح نصعده بالبث، وهم راح اصعد لكم اليوم هم اللي شاف الستوري يعرف الدكتوره نازك هم راح تصعد ويانا اليوم جست، بس هم مو هسه. وغمر ردي علي، هاي ضعفانة يا جماعة؟ لا بالعكس والله أنا سمنانة، فدا أسوي رجيم حتى أشوف إيش خلي أمي، شوفوا الصحة، شوفوا ما أدري إذا مبين حلي لبن. تجيني أسئلة شلون صارت أمك يا جماعة؟ أول شي شكرا كلش هواية على دعواتكم ورسائلكم بالخاص، أمي بعدها مريضة بس يعني إن شاء الله يوم عن يوم تتحسن وتصير أحسن إن شاء الله، بس شكرا كلش لكم لرسائلكم الجنن. أمي طبعا قريت لها كم رسالة وكلش فرحانة فيكم. قمر شوك تتفاعلين بالتيك توك يا جماعة؟ أنا نزلت لكم قلت لكم رح من أوصل 500 ألف رح أنزل لكم يعني فيديو على التيك توك، بس انتو تعرفوني. يعني بأي لحظة ممكن هيجي أسوي لكم هيجي فوتو وأنزل لكم فيديو بالتيك توك، فيعني ما أعرف. تمام أنور، لا الآن سأمر مبلشة دايت عم تفطر حليب وكورن فليكس. هاي نورت أنور. أي والله اليوم فطرت، ما فطرت اليوم لساتني، أنا بفطر الساعة 6. قمر اليوم عيد ميلادي، هابي بيرثداي قمر. ليش سويتي رجيم يا جماعة؟ زايدة كيلو وين ثلاثة، لازم أنا لازم أنزلهم. حلو واحد يصير حياته صحية مو والله، بس صعبة. قمر شعرك طولان يا أخي، أشكركم على فكرة أنا كنت دعاني حتى أطول شعري، فمن تقولي إني طولان تنطيني طاقة إيجابية. قمر قولي آسيا، هاي آسيا، او ماي جاد اغلبكم تقولون شعري صاير حلو، شكرا. قمر ليش انتي حلوة؟ لانه انتو حلوين. حبايب عندكم فد هسا وين اكو بث بالساعة 7؟ صدق كذب؟ لا والله صدق مو كذب. هذا اكثر وقت يعني تكونون بي، يعني اغلب العام تكون متواجدة، ف اتس اوكي اوريدي. انا يا جماعة قعدت من النوم الساعة 4، يعني روتيني كلش مخربط هالايام، فما اقدر افتح لكم بث من وقت. قمر هم مسوي عملية تجميل؟ نو no واي يا جماعة، عمري 15 سنة يا عملية تجميل، الحمد لله جمالي رباني. جربي اصفغي بنفسجي يا اخي، ليش تفتحون الجروح؟ تتذكرون من سوينا بث انا والفريق كنت اصفغ شعري بنفسجي بس ما صار بنفسجي.
عندي انا كلش تجارب سيئة ويا الصبغات، ف اتس اوكي. قمر رايحة على الأردن؟ لا يا جماعة أنا مو زايرة الأردن، بس كل شي عجبني أروح لها، أحس هيجي كلش حلوة. إذا حابين تسألوني شي تقولوا لي شي، لا أقرأ كل تعليقاتكم. وهم شاركوا البث، خلينا نوصل 15,000، شو رأيكم؟ واللي يقول لي صعدي مرتضى استفد شوية أصعده، وخلينا نوصل البث 15,000. يلا انتو كفو، تعرفي تتكلمي مصري؟ ايوه يا اسطى. بحسك مو انتي وانتي عم تحكي عراقي. قمر ليش ما سويتي فيديو المكياج؟ اوكي يا جماعة، أعرف أني وعدتكم صار لي تقريبا سبعة أيام، يعني أسبوع صار لي من وعدتكم تقريبا فيديو المكياج، بس ما صراحة ما صار لي وقت يعني أسوي لكم إياه. بدي أفكر أسوي لكم إياه على التيك توك، أو أسوي مقطع ريلز هنا، فشو تقولون؟ أحسن من الستوري حتى يبقى يعني دائما بالصفحة، فكتبوا لي رأيكم. قمر ايش قد عمرك؟ عمري 15، ولا 6 شهور راح أصير 16. نسيت. اكو عالم واقف يومهم البث تشوفوني لو لا؟ يعني البث مشتغل يومكم صح؟ اذا تشوفوني تسمعوني كتبولي. حطيه بالتيك توك. اوكي اكثر من شخص قالوا انه احطه بالتيك توك، فان شاء الله بس ابدي انزلكم اسوي لكم توتوريال. اساسا قلت لكم يعني ماي ميك اب مو هالميك اب الاوفر، بس هسوي لكم اياه، لانه حرفيا كل ما ادخل على الدايركت رسائل كلها قمر وين فيديو المكياج، قمر وين فيديو الميك اب، قمر وين الفيديو. اين شوفت اين سمعت؟ ايه تمام ماشي، لانه اكو ما اعرف شنو والله، بدي يكتبوا لي البث معلق او مدى سمعت، شنو السالفه؟ منورة الحلوة، هلا ونورت مصطفى. الصوت والصورة واضح، ايه الحمد لله. قمر شنو الرجيم مالتك؟ رجيم. يعني ما اكل خبز، ما اكل تمن، اكلي صحي. يعني انا بعدني الباحة بديت، يعني بعدني يعني شهر واحد وابطل ارجع للاكل. هلا بالجمال يا بنورتي حياتي نور، كيفك قمر؟ الحمد لله. انت شلونكم؟ منين اشتريتي البلوزة؟ انا عندي متلة يا جماعة، كم مرة اقول لكم هاي البلوزة صاحب المحل مات، والمحل احترق، والبلد كله احتلوه، تمام؟ ماكو بلوزة، ماكو، هاي اخر قطعة كانت بالحياة. قمر ممكن تقولي سيرين؟ هاي سيرين. اخ تشنجت.